البلاتفورم اللي هو فيه بلوزيغ اتيليات لازم تحضرهم، فيه برشا علاقات. البروفابل اللي هو مال اورغانيزي شويه خاطر برشا عباد، معناها 400 بيرسون في دي جور تنجمش تعرفهم الكل، ما تنجمش معناها 6 ولا 7 ستون في 4 تام ما تنجمش تشوفهم الكل في دي جور، بليتو نهار ونص. فما اعطاء نتاع اورغانيزاسيون، يبدا انسان اسمه موجود على السيت اللي هو اكسبتي يجي لهنا ما يبداش فما اسمه، برشا حاجات ما فاتتش في الوقت. تبدا لوفرتور العشرة، تبدا العشرة ونص، هذا ينجم يكون من لي بارتيسيبون، ما ينجمش يكون كانوا ستاف دورغانيزاسيون. الإيجابية هي فكرة التعارف بين شباب من مختلف جمعيات ومؤسسات غير حكومية بتعمل في مجالات متشابهة ومجالات متقاربة، في تبادل خبرات كبير بيحصل، في برضه تبادل المعلومات وممكن مشاركات وشراكات تحصل في الفترة القادمة بإذن الله، بحيث إنها بتقوي المفاهيم ديت لدى الشباب ولدى المشاركين حتى أنفسهم. يعني التنظيم كان جيد جدا، ورش العمل كانت مفيدة بشكل كبير يعني والله. وحتى الآن يعني ممكن بس فكرة ضيق الوقت، يعني الفورم مدته صغيرة، فده ممكن هو ده السبب الأساسي، المشكلة الأساسية، يعني إن فكرة المشاركة والتبادل بيننا وبين الشباب تكون محدودة بسبب ضيق الوقت. Les points forts, صراحة les ateliers. Honnêtement, j'étais impressionnée par la qualité des ateliers. Le fait qu'il y avait 12 ateliers déjà. Et dans chaque 12 ateliers, femmes au moins 4 groupes de travail. Déjà, si chaque personne تخدم على خاطر, il y avait une planification de projet كاملة. On dit de 1, c'est l'opportunité pour que la personne travaille sur la planification. Aussi, il y avait un échange culturel énorme. Il y avait par exemple, l'atelier MTA, il y avait 5 pays. 5 pays avec les expériences que nous avons eues chacun, en fait, de son côté, avec la connaissance et la compétence qu'on a. Il y avait un échange, même culturel. Donc, les ateliers, et encore, il y avait un output. Il y avait un output de telle façon que vous allez planifier un projet qui pourra être financé. Les points faibles, peut-être bien, en fait, les points faibles, tout simplement, les conférences. لا كونفرنس دو لوفرتور انا ما عجبتنيش بالكل. الاشياء الايجابيه تبادل الخبرات ما بين الشباب والمشاريع او افكار المشاريع المشتركه اللي احنا بنشتغل عليها في بلادنا، وقدرتنا على ان احنا نستفيد من كل واحد عمل ايه في بلده وايه المشاكل اللي واجهته والتحديات والصعاب والتمويل وما الى ذلك، ومحاوله توحيد الجهود او محاوله عقد شراكات مع الجهات المختلفه. النقاط السلبيه على مستوى التنظيم، اهم حاجه بالنسبه لي كانت الوقت، انه الفتره المتاحه ما هياش كافيه لتحقيق الاهداف بتاعه الفورم. يعني كنت اتمنى ان كانت الفتره تبقى اطول من كده، فيتاح لينا اكتر ان احنا نشارك بشكل فعال اكتر، ويكون عندنا وقت ان احنا نناقش بشكل مكثف المشروعات، سواء اللي بننفذها او اللي احنا نحب ان احنا نتشارك فيها مع بعض. انا بالنسبه لي عندي مشكله شخصيه، انه انا بتكلم يا اما انجليزي يا اما عربي، والورشات كانت بالفرنساوي بدون ترجمه، فيعني كنت بحاول جاهده ان انا افهم او اللي حواليا يترجموا لي، بس دي كانت مشكله شويه، لانه انا كان عندي حاجات كتير اضيفها بس ما كنتش بحب ارهق اللي بيترجم، وفي نفس الوقت كان في حاجات كتير ما ببقاش فاهماها، بس برضو ما كنتش بحب ارهق المشاركين الاخرين في ان هم يقوموا بترجمه ليا. بس يعني لو الوقت كان اطول ولو اللغه كانت ما كانش في عائق امامها، بتهيألي ده كان هيفرق كتير في المشاركات. يعني بالنسبه لانه التجربه كويسه وعدد كبير والكلام ده كله، فانا يعني اديله 12 او 13 من 20. نعطيوه 15 باش هو بيدو يحسن، خاطر نتصور معناها تحسن من عامله ولا سنه، كي نعطيوه 15 ان شاء الله عم يزيد يتحسن ويخلو 20. نقول 17 كويس، 14 ونص.